مساء السعادة مساء نور حكايتنا النهارده بعنوان جواز الصالونات ياه جواز الصالونات الحقيقه سمعنا المسمى ده كتير قوي أنا بصراحة نويت أغيره هسميه جواز التسهيلات ليه؟ هنعرف ده بقى في آخر الحلقة صديقتنا النهارده اللي بعتت لنا حكايتها حبت إن يكون البرنامج أول حلقة فيه حكايتها هي هي بصراحة مستعجلة إنها تعرف ايه راينا وايه رأي بس خلي بالك من حاجه انا هقول لك بكل صراحه يمكن انا قبل كده ما قدرتش اقوله لك لكن النهارده قدامي الساده المشاهدين وهم برضو هيشاركونا راي هتكلم معاكي بصراحه شديده جدا بس ما تزعليش نسمع الحكايه حكايتنا الام الام زي اي ام عندها بنوته حلوه وجميله عايزه تفرح بيها وطبعا يعني يكون عريسها بقى حد خيال كده ملاك نازل من السما بقى يعني فلوس وادب وتدين وحاجات كتيره قوي 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 يعني اكيد كلنا برضو بنتمنى كده لبناتنا فجت جارتها كده في يوم قالت لها اسكتي بقى انا عندي عريس ما حصلش حاجه روعه ما مش قادره اقول لك بقى قالت لها ايه ده بجد قالت لها اه طبعا في كل حاجه حلوه كل حاجه حلوه مش هقدر أقولك عليها قالت لها ايه ده لا لا مش معقول انت تعرفيه منين قالت اعرفه منين لا عيب ما تقوليش كده ده كان جاري في عماره بابا الله يرحمه لا 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 خلاص انت ما دام بتحكي عليه كده انا هكلم جوزي يعني او بابا البنت وهنشوف كده معاد ان شاء الله قريب ونتقابل ونتعرف والفرحه بقى مش قادره اقول لكم بقول لكم ملاك نازل من السم المهم ابتدت الحكايه ادوا فعلا الميعاد والعريس جه هو واهله البيت وشافوا الام والاب وقعدوا بقول لكم ملاك نازل من السما والشكر بقى اشتغل عليه والحاجات اللطيفه دي وجات البنت تشوف بقى العريس وقابلته وقعدت معاه مش عارفه اقول لكم ايه القعده خلصت على قرايه الفتحة بس خلوا بالكم انا بقول لكم دي بقى يعني ركزوا فيها قوي القعده خلصت على ايه على قرايه الفتحة بالله عليكم تركزوا في اللي انا بقوله وخلاص والموضوع خلص وزي ما قلت لكم خدوا بالكم خلصت بقرايه الفاتحه في نفس اليوم ها ابتدوا بقى التجهيزات نزلوا بقى قعدتنا طبعا اللطيفه آه النيش بقى والسفره والتجهيزات والصيني ويوي فطبعا العريس بقى نزل يشوف حاجته ما فيش مشكله بدات تظهر عليه بعد التصرفات اللي مش لطيفه بالنسبه لها في التعاملات عموما سواء بقى مع بياع سواء معاها سواء سواء فالبنت طبعا قالت يا ماما يعني ده بيتصرف كذا بيعمل كذا قالت ايه يعني في ايه الله ايه المشكله يعني عدي عدي وسهلي ايه المشكله مفيش حاجه دي حاجات بسيطه ولما يتقفل عليكم الباب هتخلص مفيش مشكله وخلي برضو بالكم اللي جاي اتقفل عليهم الباب واتجوزوا فعلا والشخصيه الحقيقيه بدات تبان ده على حد كلامها هي ان الشخصيه الحقيقيه بتاعت العريس او الزوج بدات تبان فرحت برضو لمامتها يا ماما ده يا ماما بدا يظهر بكذا وبيعمل كذا ومش عارفه ايه يا بنتي ما انت بتتكلمي في ايه بقولك الموضوع بسيط خالص ده هيعيشك يعني زي قفشات المسلسلات ملكه متوجه ملكه يعني ها ما فيش مشكله البنت برضو عدت وسهلت بس إيه انا هنا هستوقع يعني هقف كده في حته صغيره شويه هو كدب عليكي انت بتقولي الشخصيه بانت يعني عشان دي بصراحه مضايقاني قوي لا لا هو كان صريح معاكي على فكره هي الشخصيه بانت من الاول هو ما كدبش عليكي المهم الزوج كل طريقته يعني زعيق يتريق على بعض تصرفاتها يعمل ده يعمل ده يعمل ده وهي برده بتعدي الموضوع جه بقى الحاجه اللطيفه برده لمامتها بتصبرها عليها انت بس لما تخلفي لا لا القصه هتختلف ويا سلام لو جبتي ولد بقى ما احنا يعني بنحب صبيان شويه مفيش مشكله وطبعا ده مش صح يعني جابت الولد وجابت البنت وربنا اطعمهم من الاثنين ولد وبنت فابتدت بقى الزوجه اللطيفه دي يعني طبعا زي اي زوجه برده وده برده مش غلط انها بقى توفر وتدبق وتربي وتعلم وي وي وي, وي والكلام ده كله بس انت نسيتي حاجه انت نسيتي الحياه الزوجيه نسيتي بيتك وعلى فكره انا حابه اقول لكم ان هي حد متدين جدا يعني سبب اختيار العريس ليها ان هي حد متدين وبتصلي والكلام ده كله فنسيت نفسها ونسيت بقى يعني ايه بيت والكلام ده كله ف عايزه اقول لكم بقى الكارثه اللي حصلت اللي اكيد انتم يعني طبعا حاسينها دلوقتي هو الحقيقه راح يدور على السعاده بره بس بشكل صح مش هنقول ان هو غلط يعني وبشكل صح، ايه الشكل الصح ده؟ هو قرر انه يتجوز. طبعا هي اتجننت بقى لما عرفت القصه دي اتجننت تعبت ازاي يتجوز؟ لا انا هحاول اصلح لا انا بعد ايه هتصلحي؟ يعني انا عايز افهم بعد ايه هتصلحي؟ يعني ده هكلمك عليه في في الاخر، فقامت بقى جناياتي يعني ازاي ومش ازاي ومش عارفه ايه؟ لا انا هحاول لا انا همنع لا، المهم قال لها لا انا خلاص انا قررت ان انا اتجوز وهو بجد كان صريح جدا. وعلى فكره ده مش عيب يعني عشان بس نتكلم في شرع الله لا الجواز مش عيب انت بقى تزعلي ما تزعليش دي قصه لكن ده شرع ربنا فطبعا هو ما رضاش يتنازل على الموضوع ده تعالوا بقى للكارثه اللي بعد كده ايه هي بقى ان العروسه الجديده الاموره بتاعتنا قالت له لا انا مش هدخل على واحده تانية لا انت تطلقها فقال لها فهي عملت برضو يعني هنقول حاجه حلوه مش حاجه وحشه يعني قالت له طب خلاص يعني يعني عايشني بس كده بس ما تطلقنيش يعني انت اتجوز براحتك خالص وعيش حياتك براحتك خالص بس ما تطلقنيش خليني على ذمتك وده مش عيب لانها بتحبه رفض الحقيقه هو رفض ان هي تبقى على ذمته اتطلقت اللي بيدفع هنا الثمن الاولاد وانت برضه دفعتي التمن. الحكايه كده خلصت. عرفتوا ليه انا سميتها جواز تسهيلات مش جواز صالونات؟ لان كل حاجه كده عمالين نسهل نسهل نسهل. ما حاولناش نصلح، ما حاولناش نشوف الدنيا فيها ايه. لا لا احنا بنسهل يلا يلا اصل البنت دي لو قعدت لسن كذا ده كارثه كارثه ويعني مش عارفه اقول لكم ايه. بصي بقى رقم واحد الغلطه من البدايه خالص. كانت غلطه الام الام انها سهلت لكل لك حاجه على اعتقاد ان بعد الجواز الدنيا ت... ما فيش حاجه اسمها كده والله ما في حاجه اسمها الدنيا كده امال هي فتره الخطوبه اتعملت ليه ابدا كنت انت حاولي تظبطي الدنيا اكتر حاولي تمدي فتره الخطوبه اكتر كان في وقت بس الام كانت هنا مستعجله شويه وعايزه تسهل وعايزه ما تعقدش وعايزه ما توقفش الدنيا مش كده بناتنا بناتنا حته مننا لازم نشوف الدنيا اكتر من كده الغلطه الثانيه بعد الجواز اللي انا انتقدتك عليها بقى انت بتقولي تاني شخصيته الحقيقيه بانت والله هو ما بان والله انت اللي حبيتي انك ما تكونيش صريحه مع نفسك خالص انت شفتي الشخصيه ديت ايام الخطوبه بتقولي ليه شخصيته الحقيقيه بانت هو كملها عادي جدا هو ما مثلش على فكره يمكن احنا اللي مثلنا بس احنا مثلنا ان احنا نستحمله ان احنا نقدر نغير انت ما غيرتيش فيه ولا عملتي فيه حاجه هو راجل كان صريح جدا جدا ما كدبش علينا في حاجه ندخل على غلطه الثالثه حضرتك عملتيه سي السيد. بصي انا شخصياً أحب جداً أتعامل مع الراجل سي السيد، وحاجة حلوة قوي إنك تشيلي الراجل ده فوق راسك. ده أمانة، يعني الراجل ده بالنسبة لنا حياة، فتحنا بيت، عملنا حياة، فليه ما شيلوش فعلاً فوق راسي؟ وعامله فعلاً سي السيد. بس سي السيد بس؟ يعني حاضر ونعم، بس، بس كده؟ لأ، سي السيد في جزء معين، لكن سي السيد بس لا انت لغيتي نفسك خالص ندخل بقى على الغلطه الرابعه انت عملتيه كانك امه يعني يدخل كده من باب البيت انت لابسه الجلابيه بتاعتك اللطيفه الاشار اللطيف، تمام ياكل يشرب تغطيه وهو نايم انت امه انت مش زوجته انت نسيتي ليه ان انت زوجته نسيتي ليه انت حبيبته حبيبته امه ده في وقت معين يا حبيبه قلبي ليه ليه انت لغيتي كده؟ ما هو خلاص شافك ان انت امه، استحاله يتعامل معاكي كزوجه، خلاص انت كسرتي حاجز معين، هيتعامل معاك ازاي؟ بجد بقى هيتعامل معاك ازاي يعني مش فاهمه. ندخل على الغلطه الخامسه يلا ما انت كل حاجه بتسهليها. طبعا انت لغيتي الانثى اللي جواكي بالتصرفات ديت ومعرفتيش تظبطي الدنيا بتاعتك فبدا يشوفك ان انت مش ست مش مهتميه بنفسك مفيش فيش ميك اب ده حقه على فكره على فكره الراجل ده حقه ان يشوفك جميله حقه ان يشوفك انت حاطه البرفيوم بتاعك متظبطه ليه نوري له القبيح مننا هل دينا وانت حد متدين هل انت عملتي بدينك معاه دينا لو احنا درسناه كويس قوي هنعيش حلوة قوي وهتبقى حياتنا احلى من كده بكتير ازاي تمتعي جوزك ازاي تشديه تجذبي ناحيتك انت جذبتي ناحيتك انت هربتي منك تعالي اللي بعده عشان انت لغيتي نفسك فعلا كست انت ولا عرفتي تتعاملي معاه كأم ولا كزوجة ولا كأي حاجة انت كان لازم تعملي كل ده في وقت واحد أم يعني تاخديه في حضنك في وقت معين بنته انت تترمي في حضنه في وقت معين صديقته يعني تشاركيه حتى لو هو رفض يقولك لا ما تسألنيش لا طبعا احنا عارفين القصه دي ما فيش مشكله وكلنا بنعرف نعدي الحاجات دي لا ما تساليش مش عارفه ايه لا حاولي معاه بس مش بالذنب يعني ها حاولي معاه واساليه وشاركيه يا ستي شاركي الراجل افهمي ايه مشكلته حتى لو رفض يقول حتى لو مش عايز يقول حتى لو متكبر انت ما بتحاوليش ليه تصدقيه ليه بتخليه يروح يصادق حد بره ليه بتخليه يقعد مع صاحبه بره والله والله يا حبيبة قلبي انت لو صدقت جوزك واحتويتيه لا هيكره الشارع وهيقعد معاكي في البيت ويشوف البيت ده جنة انما انت عايشة معاه على سيستم واحد انا امك باكلك واشربك واغطيك مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها زوجة في حاجة اسمها زي ما قلتلك ازاي تجذبيه ازاي تشديه ليكي تشديه يقعد جنبك في البيت وتبقى القعدة جميلة والقعدة حلوة وامتى بقى امه وامتى بقى بنته اللي انا قلتلك عليها تترمي امتى في حضنه وتحسسيه ان هو يعني عايز اقولك ايه وهو فعلا كده هو اللي بيحميكي بعد ربنا وهو اللي بيسندك بعد ربنا تحسسيه بده حتى ما تحسسوش ان انت قويه انت درس انت دارسه دين وكنت بتحضري دروس دينيه اتعلمتي ايه من دينك اتعلمتي ان جوزك ده تسيبيه تهمليه وتقولي شخصيته بانت لا 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 انت ما عرفتيش الدنيا معاه على فكره احنا القوه الناعمه بس عشان يبقى واضحين احنا القوه الناعمه اديني بقول اهو يعني احنا عارفين نعمل كل حاجه برقتنا وبهدوءنا ده فمنجيش هنا بقى نستضعف احنا مش ضعفاء على فكره احنا بنستسهل عشان كده بقول التسهيلات احنا بنستسهل بس الموضوع مش عايزين نجتهد انت يعني فالحة بس تجتهدي مع ابنك وبنتك وجوزك ده يتركن إيه على الرف طب هو راح دور على السعاده بره ايه رايك كده بقى حلو الموضوع احب أقولك لك انت ما شفتيش جوزك من البدايه ما شفتهوش بجد انت شفتي الحياه الزوجيه ان هي بيت كده بيتقفل واكل وشرب والقصه خلصت على كده ما تزعليش مني ما تزعليش من صراحتي لكن انا شايفه ان الراجل بجد لازم يكون ليه طبيعه خاصه ومعامله خاصه وزي ما قلتلك لك تشدي ليكي تشديه ليكي لكن دلوقتي كل هضره لك اثبتي ذاتك طوري نفسك ربي اولادك كويس قوي ما تياسيش لا خلاص عيشي حياتك وحببي ولادك فيه اوعي تكرهيهم فيه اوعي خلاص اصل دي قصه بينك وبينه خلصت على كده ما تتكلميش فيها تاني ولادك يحبوا ابوهم وينتموا ليهم وانت برضو تكلميه والولاد تكلموا وعيش الحياه بشكل طبيعي ربما ربنا بامر الله يعدلها من عنده لكن اوعي تكرهيه لان احنا عندنا حاجه غلط اول ما الزوج والزوجه ينفصلوا اواضي بقى وكوارث ايه ده ايه الثقافه الغريبه اللي بينا دي ايه المشكله ان هو حتى انفصل عني يا ستي برضو حبيبنا وابو ولادنا ده كفايه هو ابو ولادنا بس كده ايه المشكله الزوج ليه معامله تانية خالص غير ان احنا بنقعد نقوي في الست انا مش بقويكي هنا انا بقول لك خلاص بقى القصه خلصت ربنا يا رب يسعده وربنا يسعدك باولادك شوفي نفسك شوفي ذاتك قدسي ذاتك اعرفي انتي مين حل في نفسك عيشي حياتك بالله عليكم يا أمهاتنا يا حلوين يا حبايبي بلاش جواز التسهيلات ده لأن في الآخر إحنا بناخدش حاجة خالص بصراحة فاصل وهنرجع مع ضيفتنا